يا السلام عليكم، صباحكم مبروك في نهار جديد وطراجي جديد. حاليا دابا كاين حنا في تحبوست، نمشيو ان شاء الله للقمه ديال السقوى قليب. دابا يلا في الدخله ديال تحبوست، باقي تابعنا الطريقه هذه كامله، ان شاء الله ناخذوها نشوفوا الطراجي كيفاش غيكون. الترونسبور هنا ما كاينش تقريبا، قليل الترونسبور هنا في الطريقه هذه كامله، دونك غنحاولوا نمشيو ايطاب بار ايطاب حتى كنوصلوا ان شاء الله. نشارك معكم الطريقه كيفاش دايره. الصراحه هذه المنطقه هذه معروفه بالشجر ديال الارغان، ها هو الشجر ديال الارغان بزاف. هذه المنطقه هذه كتمتاز بالشجر ديال الارغان، وفيها عده مناطق كيربيو فيهم النحل على طول، ممتدة من هنا تقريبا حتى الدخلة ديال أكادير. كاين مزارع ديال النحل، كاين أماكن ديال النحل هنايا في هاد المناطق هادو كاملين. وهنا كيعتمدو الناس الأغلبية ديالهم غير على الرعي والفلاحة. بالنسبة للمنطقة راه بعيدة تقريبا على أكادير بحوالي أزيد من 35 كيلومتر. بالنسبة للتراجي الناس اللي باغيين يجيو غادي في حالة كانوا جاو حتى لأكادير، راه يجيو من أكادير حتى لتيكيوين، ومن تيكيوين كتاخد ترونسبور عبارة عن خطاف ولا النقل، كيجيبك حتى لتحبوس حتى للبلاكا. من البلاكا ديال تحبوس كتكمل غير على الرجل ديالك. الترونسبور هنا قليل فاش كيكون شي واحد غادي للدوار، رغم ان الدوار يعني فيه تعداد ديال السكان ديالو راه ما كيتجاوزش شي واحد 100 نسمة، قلالين الناس غير عائلات. هذا هو، المهم نكملوا الطراجي ديالنا ان شاء الله. المهم حاليا حنا دابا غاديين على الرجل ديالنا، بينو يكون داز شي ترونسبور نقدروا نمشيو معاه. الا تلاقينا سينو راه نكملو على الرجل ديالنا، نشوفو شي بلاصه اللي نقدروا نحطو فيها على الطونت نستراحو، من بعد نديرو الغدا ديالنا، ديك الساعات نقدروا نطلعو للصومي ولا نريحو حتى العشيه ونديرو الصومي ان شاء الله. المهم حنا باقي حاليا غاديين في الطريق، باقي اخوتي محنسري باقي. هذا هو المنظر هذا من الفوق، من الفوق ديال الطريق. صراحة ترونسبور والو، باقي غاديين غير على الرجل ديالنا، نحاولو نكملو على الرجل ديالنا حتى كنتلاقاو شي ترونسبور ولا نوصلو غير هكا. المهم دابا يلا وصلنا هنايا، راه تلاقينا مع واحد السيد هو اللي وصلنا. دابا كاين حدا واحد الشلال، من بعد غادي نحاولو نطلعو الصومي، نقدرو نحطو لا طونط ديالنا هنايا، سينو راه نقدرو نطلعو حتى للفوق عاد نحطو لا طونط على حساب. المهم حاليا كنحاولو نستكشفو هاد المنطقة هادي، نشوفو شي بلاصة لي نقدرو نحطو فيها لا طونط ديالنا. هنا كاينين الناس، بغينا نشوفو شي بلاصة لي بعيدة باش نحطو فيها لا طونط. هنا كاين واحد المغارة راه هي لي هاش، هي هاديك نقدرو نطونطيو فيها، ما كاين فيها الناس حاليا. عاد كاين واحد الشلال تما، دابا راه كنستكشفو انا والدري اللي معايا هنايا، نشوفو بلاصة نقدرو نحطو فيها لاطونط من بعد باش نطلعو للقمة ان شاء الله. دابا يلاه جا عندنا المقدم، خدا عندنا لي كارت ناسيونال ديالنا. المهم يلاه كان عندنا المقدم خدا لي كارت ناسيونال ديالنا، على حسب الا باغي تبات هنايا ولا شي حاجة. دونك نحاولو دابا نشوفو بلاصة اللي نحطو فيها لاطون ديالنا ونقدرو الغدا ديالنا، عاد كل شي حاجة نقدرو نطلعو للصومي. المهم دابا باقي مازال متلقيناش بلاصة، باقي محنسني، مازال متلقيناش بلاصة اللي غادي نجلسو فيها. غنحاول نمشيو لداك الكهف اللي شفنا ديك الساعات، من بعد إلا كانت شي بلاصة تما نحطو فيها لاطونط نقادو الغدا ديالنا، عاد
طيح حتى العشية ونطلع. صراحة ما عجبنيش التعامل ديال المقدم ديال هنايا، حيت الفلاح ما تحطوش لي طون ديالكم هنا، سيروا شي بلاصة اللي بعيدة، رغم انه فهمتي يعني ما غاديش نضروا بهاد البلاصة ولا غادي نزبلوا بلاصتنا. ما عرفتش علاش التعامل ولا التعامل هذا. مي على اي حال بلاصه زوينه تستحق تستكشف. كاين متشاف، كاين في الدير لي روندون ديال كون هنا الناس نهار الحد بزاف والسبت، دونك حاولوا ما تجيوش نهار السبت ولا الحد، اختاروا شي نهار اخر بحيث انه كيكونوا بلايص هنا خاويين زوينين. دونك دابا راه يلاه جينا حدا البلاصه فين كاين هنايا داك الكهف، نحاول نهبطو نشوفوها و باش ما نكمل الفيديو. دابا يلا قدينا لابون ديالنا، قدينا البلاصة ديالنا، غنوجدو الماكلة ديالنا، طيبو الماكلة ديالنا دابا ابخي ان شاء الله نريحو تشوف كل شيء باش نطلعو الصومي، ومن بعد عاد نجيو لهاد البلاصة غادي نحاولو نشوفو شي بلاصة أخرى اللي نتحولو ليها، نباتو في هاد الليلة هادي وغدا نشوفو الطريق عاود تاني إن شاء الله. المهم حنا يلا كنقدو الرغدة ديالنا، هنايا قدينا الفريت، قشرناه، قدينا الفريت ديالنا، خبز ديال الطاكوس، هنا هو كنصوطيو العيدان مع الصوصيت. قدو الغدا ديالنا، ديك الساعات نحاولو نطلعو القمة من هاد الطريق هادي. المهم دابا يلا طاب، هاهما طابو لي طاكوس هنايا، فريت الياسر هو كيطيب. دابا يلا قدينا العقد ديالنا، صراحة كاينين الناس هنا مع اليوم الحد، كاين الناس هنا في هاد الجهة هادي كاملة، كاين حتى هنايا في تحت هنايا كاينين الناس بزاف ديال البلايص هنايا حدانا. مي حنا غادي نريحو غي هنايا من بعد نطلعو مع هاد الطريق هادي. المهم دابا غنطلعو الصومي، بالنسبة للوكاليزاسيون غنخليها ليكم ديال لابلاص فين نحطي لابطون دابا، ولا سترونك اللي تقدرو تجريها نتوما والعائلة ديالكم. كيكون الاجواء عائلي، مي غير السبت والحد كيكون العائلة هنايا، ايام الاخرى غتجي طونطي طرونكي. ودابا راه نحاولو نطلعو دابا شي 4:30 باش يلا نتلاقاو مع الوقيتة ديال الغروب. هذا مكان، وحنايا دابا غادي في الطريق، الصومي هو هذا،
خصنا نطلعوا حتى لهاد القمة. مي باقا قدامنا الطريق هنايا، خصنا حتى كون نتلاقاو بالطريق من عند الله. المهم دابا وصلنا لهاد جوج بلايك، كاينة اسكتي تاع بوسوف، لا كاينة الطريق ديال اسكتي من هنايا، كاينة تاع بوسوف لهنا. القمة راه هي هاديك، مي منين غنطلعو ليها ما عرفنيش. اختارو هادي. المهم دابا جبنا هاد السيد هاد، المهم هاد السيد هادا نقص بينا الطريق شوية. المقبرة ها هي هنا. الصراحة كاين بزاف ديال المزارع ديال النحل، واخا هجم علينا كاين بزاف ديال المزارع ديال النحل هنايا، كتارين بزاف. دابا يلا غادي نمشيو هنايا، نمشيو مع الطريق حتى القمة. المهم دابا نحاولو نمشيو حتى القمة. صراحة هنايا جو زوين، كاينة الطبيعة جو هنايا، بحكم انه الشتا صبات مؤخرا، كاين سبحان الله خضورية بزاف، جو زوين بزاف بزاف. وما الدوار هذا هو تحبوس دو فلا، يعني بالشلحة تحبوس الفوقاني هو هذا. حاليا احنا غاديين مع الطريق، مازال ما بانش لنا الطريق ديال الصومي، مي غادي نبقاو تابعين تنتلاقاو ان شاء الله. المهم حاليا الاخوان ما عرفناش الطريق، طلعنا لواحد الجبل ها هو، كاين حدا الدار الريبة. صراحة ما عرفناش الطريق، ما قاعدين ما نقلبو ما طلقناش الطريق، دونك نحاول نختصر باش نطلعو الصومي الفوق، سينو راه نقدرو نرجعو ولا شي حاجة. فوق راه والو الطريق ما كايناش كاع نهائيا، عينا ما نقلبو عينا ما نقلبو، والمقرب يكمل حتى الما ما بقاش عندنا. الصومي راه هي الفوق في هاد الجبل هذا فين كتبان ليكم هنايا، مي حنا راه يالله باقي لتحت باقي بزاف. المشكلة هي الطريق ما كايناش، الطريق من نطلع ما بيناش، هذا هو الإشكال دابا. وما نحاول نختصرو شي طريق باش هكا نطلعو دغيا. المهم الاخوان حاليا عينا ما نقلبو، قالو الدري معايا عينا ما نقلبو على البلاصة منا نقدرو نطلعو، مي دابا هاد الساعة هادي لقيتها يعني فايت العصر، دونك ما نقدروش إلا طلعنا ما نقدروش ندركو الوقت باش أننا نرجعو بكري. تعطلنا بزاف، الطريق ما بيناش كاع نهائيا، حتى الناس اللي غادي نقدرو نسولوهم هنايا ما كاين حتى شي واحد. الديور هنا كلشي مسدودين، كاين الاغلبيه ديال الديور اللي مالهم ما بقاوش، يعني ما كاين حتى شي واحد مهجورين. دونك غادي نحاول نجدو هاد القمه هادي حتى مره اخرى، وغادي نديرو شي جوله هنايا غير فهاد المناطق اللي كاين هنايا قرب، بحكم انه كاين ما يتشاف. دونك غنحاول نستكشفو هاد المناطق اللي كاين هنايا قرب لينا. وبالنسبه للقمه غادي نديروها ان شاء الله في نهار اخر، يا غادي نجو غادي نكون عارف القمه كيفاش دايره الطريق ديالها، بحكم اننا اول مره غادي نجيو لهاد المنطقه هادي وغادي نشوفوا القمه. بالنسبه للقمه راه هي هذيك كاينه الفوق فين حاط الصبع ديالي، مي المشكله سوا من لهيهاش من الطريق العاديه اللي كنا فيها حنا في الاول. هذيك الطريق العاديه في الاولى ما كايناش ليها الطريق كاع نهائيا، يعني الا بغيت تمشي هاد الطريق هادي اللي جينا. الاغلبيه الناس اللي كنسولهم كيقول لك حتى لحدا المقبره وغتلاقاو الطريق. مي حنا فاش وصلنا للمقبره طلعنا ما تلاقيناش حتى شي طريق، تلاقينا طريق عادي جينا معاها حتى لواحد الدوار. دابا داك الدوار خرجنا لهنايا طلعنا مع طريق عاديه، مي حديت هنايا كتحبس الطريق ما بقاتش شي طريق كاع نهائيا. دونك هذا هو التراجي ديالنا، غادي نستكشفوا مناطق اخرى ان شاء الله، ونخليكم على الفيديو.
المهم دابا راه نحاولوا نهبطوا من بعد ما درنا واحد الجوله هنايا، نحاولوا نرجعوا ما نهبطوش ديريكت، مي غادي ندير واحد الدوره اخرى في وسط الديور اللي هنايا بحكم عندهم دوك المباني قدام، استكشفوهم حتى هما عاد غادي نهبطو حيت خلينا لا طون تشغيب وحديتها وديك بلاصه عامره بالناس، دونك ما كتكونش ما عارف النية ديال الانسان يقدر يمشي ليك في المسائل ديالك، زائد على هذا ما وصلنا حتى شي واحد، هذا الطريق صعيبة شوية، الطريق صعيبة صعيبة، هذه هي الطريق مع الجينة. صراحة راه ما بيناش اي جينا مقمرين وصافي، يعني في اي لحظة تقدر تطلق، هذا هو الطوار تحت عندك، والله الا هاد الصومية هادي الا باغي تضربها تكون معول غطيه، الطريق كلها مثل مقعدات، المهم حنايا في الدوار دابا داخلين في الأزقة ديالو، صراحة أنا باقي داك البنية القديم هو اللي باقي معتمدين الناس، الثمن اللي برا باقي يعني باقي محافظين عليه كل ما هو قديم ديالهم. أحد الآلات الموسيقية ديال أبناء هذه المنطقة، هما هاد السيد هدا مشا يعمرنا الما، الناس هادو الصراحة تاهوما راه غي كيعمرو الما البيدوات هنا لتحت، يعني كيضربو طريق باش كيجيبو الما، صراحة هاد الناس هادو كيعانيو بزاف بحكم البعد على بزاف ديال المرافق بحال الصحة بحال بزاف ديال الحوايج، حتى من المدارس هنا قلال كاين واحد المدرسة تحت عندهم واحد الأقسام لي غي سمية، دونك هاد الناس هادو راه كيعانيو ديال بصح، حتى من المنازل ديالهم راه بصاط، المهم هادو هما المزارع ديال النحل لي كاينين هنايا. لا لا ما يتبعناش ان شاء الله، مشكلة حتى السفر ما بقاش عندنا دابا باش يتبعنا، صحتو غير تهلا فينا ها هو راه عربونا، الشعل تاع النحل كاين هنايا في هاد البلاصة، سير راه مايمكنش اصاحبي الشعل تاع النحل في هاد اللعيبة ديال الما، غدا غنرجعو كاملين وارمين في ديورنا، هاد الكمية ديال النحل كثيرة. وهنا هو المنحل ها هو هنايا كيمتل هنايا وكاين هنايا، هادي المشكلة الكبيرة هو كاين لنا في الطريق هنايا في هاد البلاصة، وضروري ما ندوزو من حداه، مكايناش شي طريقة أخرى، لهذا هي اللي ضربناها المقبرة حدايا، صراحة كاينة الطريق راهي إلا خرجنا من حدا ديك الدار سير نهبطو من ليات ونخرجو من خوتي. ما تلاحش جو ترحموا علينا هنا، هذا هو المنحل اللي قلت لكم، صراحة هذه المنطقة هذه كاملة معروفة بالعسل ومعروفة بزاف بزاف ديال الجمعيات اللي كينتجو العسل وكيسوقوه يعني باسم جمعيات
صراحة هنايا بالنسبة للناس اللي عايزين يعملو كرم راه نصيحة يجيو يديرو شي دورة هنايا يجيو يستكشفو كاين لي يستكشف هنايا ولكن خاص يكون عندك القلب ديال الاستكشاف اخويا ضروري باش ما نكذبوش على الناس نقول لهم اللي كاين دونك الا ما كنتيش قادر تستكشف وما كنتيش قادر انك تغامر تقدر تجي لبلايص لي ترونكيل يعني فهمتي ما تجيب الطوموبيله ديالك بحال هنا الشانطي تجيب الطوموبيله ديالك توقف تشوف المناظر تمشي شويه على رجلك مي باش انك تطلع لبلايص لي ما طرق فيهم ما بايناش لي ما عندكش عليهم واحد المعرفه مسبقه دونك راه تعذب فيهم كيف ما طرنا حنا. المهم اخوان ما صورناش لكم فاش هبطنا حيت جينا عيانين الصراحه المهم تحولنا من ديك البلاصه الاولى ديالنا دابا جينا هنايا هذا نشيلو العافيه ديالنا حطينا لاطون ديالنا حدا ديك البلاصه ديال الماء ديال العين غنجلسو هنايا نباتو الليله صراحة الاخوان انا جو ترونكي دابا تحرك شي برد كتير تحرك صراحة الجو بارد بزاف يلا مشيت جبت شي حطب ما يبانش ليكم من عمارة الظلمة العافية انا كاين حطب اخر تال لفان هنايا دونك نشالو العافية ونطيبو بعدا كاين العشا ديالنا نسهرو هاد الليلة هادي صباح الخير عليكم دابا السبعة هادي الصراحة هاد البلاصة هادي تخي كارم يعني بالنسبة للناس اللي عز عليهم الكارم بعيد على الصداع بلاصة زوينة سيختو يعني اثنين من غير السبت والحد السبت والحد كيكون الناس هنا كيجيو ايام الاخر كتكون غير بوحديتك هنايا كبحال اليوم هاني اثنين يعني الجو هنا زوين صراحة بعيد ايزولي على الناس بعيد على الناس بزاف الطبيعة المكان حداك يعني كلشي قريب ليك حتى الناس هنا تقريبا ما كاين شي واحد لي يقدر يقول لك شي حاجة الصراحة تعاملوا معنا البارح تعامل زوين الناس لي دايزين منا الشخص الوحيد لي تلاقات كلشي كينتقدو حتى من الناس لي كانوا هنا البارح هو المقدم معرفتش علاش المهم دابا نصور لكم البلاصه كيفاش دايره نصور لكم البلايص اللي حدا هنايا تقريبا قرابين هنايا ها الطوم ديالنا فين حطيناها حاولنا اننا نطونطيو هنا قريب من الماء قريب من كل شيء صراحه راه يمكن لكم الطونطي وحتى هنايا ديروا الطونط ديالكم وتجيو تجلسوا هو البروبليم الكبير هو الناس اللي كانوا البارح يعني فاش كيجوا كيخلوا هاد البلايص هادو موسخين شويه فالبارح ما قديتش نصور بحكم انني اضطريت انني نجمع الزبل وراه باقيه باقي من شي قراعي هنايا هادو ميرا الاغلبيه حيدنا الزبل شي حاجه حرقناها الفوق شي حاجه جمعناها هي باقا هنايا هذا هو الاشكال اللي كتلاقى الاغلبيه مع الناس بحكم بنادم راه ماشي كلشي كيخلي بلاصتو نقيه هنايا راه كيف ما قلت لكم راه بلاصه اللي زوينه مكالمه كيف ما قلت لكم البارح كاين الشلال مي اللي ما راه قليل ف
فاش كيكون الماء راه كيكون واحد المنظر زوين هنايا، يمكن لك تطلع لديك البلاصه الفوق داك الكهف، يعني دوز فيه نهار، مي بلاصه ما صالحش انك تخيم فيه، حيت ديجا كنت باغي نهرب نخيم فيه، مي ديك بلاصه كيكون فيها التسرب ديال الماء، يعني ما تقدرش تحط لا بومب ديالك. بالنسبه لهاد البلاصه هادي راه كبيره، ما يعني كتمتد حتى للفوق كلها بلايص، يعني كاين فين تكليس كاين فين تريح، يعني كاين بلايص متدين من هنا لتحت حتى للفوق، ومن البلاصه فين حاطين حنا لا طوموب ديالنا راه كاين طرقان اخر للقدام فين كنا مريحين في الاول. انا البارح راه كان في الزبل بزاف، راه جمعناه وحرقناه، يعني ما كاينش ارشادات لانه الناس يحاولوا يخليو بلايص ديالهم زوينين ونقيين كيف ما تلاقاوهم. الاغلبيه هنا الناس كيجيو كيدوزو النار ديالهم كيزيدو، هنايا فوقيته ديال الشتا راه هاد الواد هذا هو ديال العين، كديك العين كيكون فيها الماء بزاف، دونك هاد البلاصه هادي كامله كيكون بحال الواد كتبقى غاده. هنايا راه كلو بلايص هنايا يمكن لك تجلس فيهم، كاين هاد البلاصة ديال العين كيجي منها الماء نقي، هاهو التيو هادو راه كيخرج الماء، يعني فاش كتنقص الماء من هاد البلاصة كتنقص الماء من هاد البلاصة كيبقى كيعطيك التيو الماء، ديك الساعة تحمر منو الماء نقي صالح للشرب لكل شيء. صرا كيجيو الناس هنا كيعمرو الماء، من الإشكالية وراه يقدر يبان لك شي بقعة ديال الزيت ولا شي حاجة، دوك الناس اللي كيجيو هنايا كيغسلوا الأواني ديالهم كلشي، يعني كيوسخوا هاد الماء هذا كما كتشوف، دوك الطباهي ديال الزيت و كتلاقى الحجر كيلوحو الدراري الصغار هنايا، عكس هذا شوية نقي كيبان ليكم الفرق. هنايا حطينا الطوم ديالنا هنا، هنايا فين كنا حطينا كنا كنطيبو البارح. بالنسبة للبلاصة اللي كيسول عليها كتقول ليهم تحبس وفلا، كتجري تحبس وفلا كتلقى هاد المنطرة هادي، هاد القنطرة هادي هي اللي كتدخلك للبلاصة فين كنا حنايا فين داخلين، ولا تقول لي حدا ديك الشلال اللي هما معروف بالشلال. المهم كاين القنطرة ها هي اللي كتدخلك حتى لداخل بلاصة فين كاين حنا، ولا تقدر تمشي لهاد البلايص هادو كاملين، كاين فين انك تقدر طونطي ولا تشريح مع العائلة ديالك، ويمكن لك تمشي حتى للفوق، يعني راه كاين بلايص اخرين اللي ما قدرناش حنا نمشيو ليهم بحكم ضيق ديال الوقت، يعني تقدر تمشي تستكشف بلايص اخرين.
صراحه كاينه واحد البلاصه هنايا الفوق كنا مشينا ليها البارح، ما يدي شارجر ليا التليفون ما قدرتش انا نصورها. هي زوينه مي زعما كان على قبل الماء ولا شي حاجه، ما فين كاين الاشكال يعني، ما كاينش كاع نهائيا تما. بالنسبه لشي واحد لانه كيستعمل مثلا ما عندوش كومبين غاز باش يطيب، يعني ضروري ما يجيب الحطاب ولا شي حاجه، الحطب راه موجود تما. البلاصه هذه كامله فيها الحطب، ما تلاقيناش مشكل. البارح راه جينا عيانين ديال بصح، ما عقلناش حتى تقريبا وصلت ديك 11 كنا كلنا عيانين، بحكم انه الطريق ما تلاقيناش البارح ديال الجبال و بقينا كندورو تما. نخلي لكم السكرين ديال شحال من الكيلومتر ضربنا في ديك الطريق كامله. المهم هاد البلاصه هادي فوقيته ديال البرد، فوقيته ديال الشتاء. هاد الشلال هذا راه كنصيفط ليه واحد الاخ التصويره ديالو، هاد الشلال هذا كيبقى كيهبط كبير. دونك هادي هي البلاصه اللي كنا فيها. دونك بالنسبه للناس اللي كيديروا لي روندوني عزازين عليهم مثلا يمشوا لبلايص اللي جبال اللي صغارين عز عليهم الطبيعه، بلايص اللي يكونوا عائليين، هاد البلاصه هادي راه مزيانه ليهم صراحه، بلاصه زوينه كاينه الطبيعه. ايفيتيو غير السبت والحد نصيحه، يعني كيكون بنادم انا بزاف دونك لا تلاقيتي تاخد شي نهار اخر بلاصة من غير السبت والحد راه غتكون مزيان، حيت غتجينا تلقى بلاصة نقية. هادي هي الأولى. تاني حاجة راه تستمتع بالطبيعة بوحديتك، دونك تشري المسائل ديالك مثلا، تخلي الماتريال ديالك في بلاصة تبقى مأمن ليه، مكاينش اللي قرب ليه، حيت هنا راه بعيد، مكاين حتى شي واحد قريب ليك ساكن حداك. دونك راه حتى الطريق راه بحال ما كتكون طالعة الفوق، فينو راه كاين هادي اللي كتكون هابطة راه أقرب دار راه بعيدة بزاف بواحد المسافة، بحال الدار اللي كنا غاديين حنا للشبل البارح، راه الديور راه بعيدين بزاف. دونك راه صعيب البلاصة. الحاجة الوحيدة اللي كاين عندك بنادم من هي السكر اللي كيجيبو بوديزات باش أنهم يعمرو الما، وهادي هي الحاجة الوحيدة اللي كنشوفهم كيجيو ليها هنا. يعني هاد البلاصة هادي أصلا كيجيو ليها الناس مثلا السواح، البارح تلقينا مع شي دراجين ديال مدينة أكادير، كاين لي جاي من الصويرة عندهم الهواية ديال ركوب الدراجات، هما لي تلاقيناهم هنايا صراحة أبر العائلات بيان سيغ. وتحية لدوك الدراجين صراحة، التعامل ديالهم زوين، نظفو معانا في الصباح مازال قبل ما يمشيو الناس عاون نظفو معانا، عاد حنايا نظفنا بالليل. صراحة هنا الجو زوين ديال بصح، يعني شي واحد إلا كانت عندو الوقت باش أنه يقضيها في شي بلاصة ولا يمشي يسافر شي بلاصة، خصوصا الناس ديال أكادير إلا تسافر شي بلاصة بعيدة، هاد البلاصة هادي أولى بيها، هاد البلاصة هادي أولى بيها والله، حيت ما معروفاش واخا هكاك ما معروفاش بزاف، و زوينة غتجي تعيش هنايا الطبيعة، تجي تعيش الحياة البرية.
دونك دابا نحاول نفيق السيد اللي معايا حيت خليته باقي ناعس. انا فقط قبل ما نصور لكم درت واحد الروندون خفيفه هنايا، مشيت تسلك جبل لي مشيت غير واحد البلاصه حدا تما ونعاود نرجع هاد باش بديت كنصور. دونك كنحاول نفيق ونقضوا الفطور ديالنا، من بعد نقدر نريح حتى الوقيتة ديال غدا نتغداو ونخرجو، على حساب يعني على حساب الترونسبور. قولنا أنا الترونسبور كيكون قليل بزاف، هذا هو الحاجة الوحيدة اللي تقدروا تلقاوها أنا صعيبة ألا وهي الترونسبور. أما كل شيء هنا سبحان الله زوين. بالنسبة للناس اللي يقدروا يسولوا على مثلا واش كاين ملي تشري شي حاجه شي حانوت ولا شي حاجه، صراحه لا، المحل الوحيد من شرينا هو تيكيوين. يعني من تيكيوين حتى لهاد البلاصه هادي راه ما كاينش منها تشري شي حاجه، يعني ما كاينش حتى شي حانوت، واخا دوك الحوانت البساط راه ما كاينينش نهائيا كاع نهائيا والو، ما كاين حتى شي حاجه. يعني اي حاجه خصك تحتاجها ولا شي حاجه جيبها معاك من الاحسن، حيت انا ما تلاقاش حتى شي حاجه، يعني حتى حانوت بسيط راه ما كاينش. دونك خصك تجيب معاك كلشي. دابا كملت التراجي ديالنا، عاد غادي نمشيو في الطريق بحكم ان الترونسبور ما كاينش، أو غادي نبلاجينا نستكشفو المناظر اللي كاين هنايا حتى نوصلو. فيهم عيون ومن بيناتهم كاين هادي اللي في الطريق، يعني فيها بلاصه ديال الماء الصالح للشرب، ها هي راه مكتوبه هنايا. يكفي انك تجي تاخد غراف من هنا، يعني تعمرو غير من هنايا، راه الماء نقي. بسم الله، يعني الماء نقي هنايا، وكيف ما كتشوفو هنايا راه كل الطريق طلعي كاين الطبيعه هنايا. كنحاولو نتمشاو على جنينة قبل ما نتلاقاو ترونسبور. هذا مكان مهم. دابا نبداو في الطلاعي، الطريق دابا غادي كتطلع، والطريق هنا ما كاين حتى شي واحد، يعني الترونسبور قليل فاش كيدوز شي واحد ساكن هنايا في هاد النواحي ولا غادي شي طريق اخرى. دونك يعني غنبقاو غادي غير بوحديتنا هكا كنوصلو للبلاك الاولى ديال تحبوست، ولا لا لقينا شي واحد اللي يقدر يقربنا ليهم. والو ملم الطريق هادي، لا طيرني يطير ولا وحشني يسير، والو شوحل غير هنايا الله يبين ما تلاقى لي عتقك، لا ترونسبور والو، كحت صافي. تخبط مع الهبطة دابا تبقى غادي غادي، خصك فرانات ديول سكانيا كبيرة. عاد شوف الا وصلتي تسنى الترونسبور حتى هو، كاين الهبطة ديال بصح، هاد الهبطة هادي خاصك تفران بحال ما هاكا على جنب
ماشي الله تهبط من بعد هادشي راه يلاه بدينا الطريق باقا الطريق. هاد المنطقة هادي معروفة بالتربية ديال المواشي، الأغلبية كاينين غير الماعز هما لي كاينين بحكم أن كاين الشجر ديال الأركان كيتلاقاو فين يرعاو. حنا راه حنا باقيين غاديين غير في الطريق، مازال ما خلصناش الترونسبور والو ما كاينش. هذه هي الطريق مناش جينا دابا من وسط الجبل داخل. دابا درنا ساعة ديال الطريق، هنا الشجر ديال الأركان راه تبارك الله راه بدا كيعطي الثمار ديالو. هنايا هاد المنطقة هادي تحبست كاملة فيها أشجار ديال الأركان وفيها مزارع ديال النحل، باش معروفة بزاف الشجر ديال الأركان ومزارع ديال النحل. راه إلا ما عندكش ترونسبور ديالك قاس باش تجي لهنا صراحة. سبحان الله الثمار ديال هاد الأركان هنا في هاد المنطقة راه تبارك الله راه كبارين بزاف، يعني حتى القضية ديال الما ديك العين اللي كنا فيها كاين واحد المجرى مائي هنايا دايرينو بحال السقاية وراه كيبقى جاي غادي مع هاد الواد هذا من وسط دوك الجبال تما حتى لهنايا باش كيعطيك الما كيعطيه لهاد الشجر هادو. ايوا دابا راه يلاه وصلنا صراحة، ضربنا الطريق كاملة غير على رجلينا، متلاقيناش ترونسبور كاع اللي يقدر يوصلنا. دابا راه حنا حدا بلاك ديال تحبوست من بدينا التراجي ديالنا. هاهي نبقى نتسناو هنا ترونسبور، المهم هادي راه هي البلاكة ديال تحبوست. من هنا في حالة بغيتو تبداو التراجي ديالكم راه من هنا كيبدا. هاهي البلاكة كتدخلو هنايا، دري معايا الله جاي هنايا الطريق اللي كتجي على الطريق ديال تيكيوين اكادير. انا الصراحة ما عرفتش هاد الطريق هادي فين كدي حيت ما كاين حتى شي بلاكة، غالبا تقدر تكون الطريق كدير اي موزار غالبا.